بناء على الشراكه ديال بيغ سوليسيون مع الشركه الفرنسيه 3 بي ديزاين، كنقدم لكم لا سوليسيون اللي غتخليكم تنظموا الداتا سنتر ديالكم بطريقه ذكيه، اللي هي لو كوردون انترنيت باتش سي. السلام عليكم، معكم دريس بن شقرون، مؤسس شركه بيغ سوليسيون. بالطبع هذا لو كوردون متين وفيه 25 عام ديال الكارونتي، وكل المميزات اللي في لي كابل عاليه الجوده، ولكن الخاصيه المميزه ديالو انك يمكن لك تعرف عليه ما بين لي كوردون بطريقه سهله وذكيه، لانه هاد لو كوردون فيه دي فيبغ الا ضويتيهم من الجهه الاولى كيشعلوا من الجهه الثانيه. بالنسبه لي زادمينستراتور اي تي، الا بغيتو توصلوا مجانا بحال هاد الكيت ديمو، غادي نتكلم على الطريقه ديال الطلب ديالو في الاخر ديال لا فيديو. كيف ما كتشوفوا هاد الكيت فيه لو كوردون باتش سي، باتش لايت هو لانجيكتور دو لوميير البي اللي كيدير لا لوميير، ان سكراتش باش تجمع به لي كابل، دونك كيعطيوك واحد 70 حتى 80 سنتيم ديال لو سكراتش، وفيه ان بلوغ كاب. هذا بلوغ كاب هو اللي كنديرو في لو بو ديال لا تيت ار جي 45. بطريقه عمليه غادي نجربو الكابل في الداتا سنتر ديال ان دو نو كليون. كيف ما شفتوا هنايا بالنسبه للي كابل، الا بغيت نعرف اش من كابل فين غادي، كنديرو يا اما لي تيكتاج، الشيء اللي كيكون صعيب اصلا باش نقراه، وكيكون عاوتاني الا بدلت الكابل من بلاصه لبلاصه صعيب عاوتاني نعاود لي تيكتاج. وملي تكونوا بليزيوغ تكنيسيان في الداتا سنتر، كيكون مشكل ديال انه واحد كيبدل الاخر ما كيبقاش ان بون ماناجمنت ديال الداتا سنتر. دونك هنايا بالنسبه للباتش سي، الا قلبت على الكابل ديالي بطريقه سهله، كنبرونشي البيل ديالي هنا، فوالا غير كنبرونشيه كيبان ليا غابيدمون تري غابيدمون. بغيت نعرف الكابل الثاني فين كاين، دونك كنبرونشيه كيبان ليا تري غابيدمون. دونك هنايا باش نديتيكتي الكابل طريقه ذكيه و تري غابيد. وبالنسبه لي جو دو كولور ديال لي كابل كيف ما دويت عليهم، دونك كاين هاد الكليب كولور، وهذه طريقه ذكيه اللي كتخليني انني ما نبدلش لي كابل. الا كنت احتاجيت مثلا الكابل بلو كنبدل غير هاد الراس ديالو، حيت دي فوا ما تيكونوش كاع لي كولور ديسپونبل في المارشي. بالنسبه لي زاكسسوار اللي كاينين عند 3 بي ديزاين، كاين لو ديسك باتش، هذا هو الكوردون ار جي 45 بالنسبه لي بوست دو طراي، فيه 5 متر، 5 كابل كاتيجوري 6 ا يو يو تي بي اي لو كابل اف يو تي بي بلاندي. الكولور اللي فيه الفيولي الفير البلون والبلو سيل. عندنا كذلك لي اي دي سكراتش، هاد لي سكراتش كيتقطعوا باليد، فيهم ان بري ديكوباج في كل 3 ديال لي سنتيم، فيهم لي كولور فيولي اورانج نوار والفير، وكيجيو في ديرولو ديال 2 متر ونص. بالنسبه لباتش كليب، هادو كيجيو في دي بواط ديال 50، وهما اللي كيخليونا اننا نبدلو الكولور ديال الكوردون. الوغ بلاصه ما نشريو لي كوردون كل مره نشري لي كوردون في كولور، بعض المرات كيوقع دي بروبليم ديال ريبتور دو ستوك، كيعطونا ديك اليوم باغين سيغتان كولور في لي كوردون ما كيلقاوهمش في لو مارشي، كيصدق هادشي مخسر ليهم لو جو دو كولور اللي دايرين في الداتا سنتر. بالنسبه للبلوك كاب، هذا هو اللي كيدير لا بروتيكسيون لا تيت ديال ار جي 45، باش نحافظ على الكوردون ار جي 45 في البوست دو طرافاي، كندير هاد الكاب في الراس ديال تيت ار جي 45 في البوست طرافاي، وكنخليه معلق باش ما يعفطوش عليه وما تكرفش ليا لا تيت. بالنسبه للباتش لايت، هاد الباتش لايت هو اللي كيدير لانجيكسيون ديال لا لوميير، وتا هو كيجي فيه الكولور بلون روج والفير. كنشكركم على المتابعه. بالنسبه لزادمينستراتور اي تي، غادي نشوفوا كيفاش تطلبوا الكيت ديال ديمونستراسيون وفين تلقاو الاثمنه. شكرا. بالنسبه لكيفيه طلب الكيت ديمو والمعلومات الخاصه بكل ما يتعلق بباتش سي، كندخل سيت pyrsolution.ma، من بعد كندخل لونغلي نو سوليسيون، وكنختار لا باج باتش سي. اون فوا كندخل لا باج باتش سي، عندي كاع المعلومات المتعلقه بهذا البرودوي هنايا. من بعد كنهبط لا فان ديال لا باج، وعندي ثلاثة ديال لي بوطون. دونك البوطون الاول كنكليكي عليه، نقدر نتيليشارجي السيرتيفيكا ديال الكارونتي ديال لي كوردون بالنسبة لي زابيل دوفر ولي مارشي، لي مارشي بوبليك. عندي جبو تيليشارجي، نقدر نتيليشارجي لا ليست دي بخي. دونك لا ليست دي بخي هنايا الي اون اكسل، وفيها كل المعلومات اللي نقدر نبغيهم على لي برودوي، فيها بيان سور لي ريفيرونس. وهاد الفيش اكسل هذا هو عباره عن دوفي، دونك نقدر هو نيت ندخل فيه نعمر فيه لي كونتيتي اللي بغيت هنايا، وكيعطيني لو توتال تي تي سي والكونتيتي ديال لي كوردون اللي غادي نتوصل بهم. دونك بيان سور كنقدر نكوموندي بار كولي، هو تعطيني بالنسبه لكل كولي شحال فيه من كوردون. الوغ عندي هنايا لي كوردون وكاع لي اكسسوار اللي متعلقين بلي برودوي ديال لا سوسيتي 3 بي ديزاين.
الوغ في الاخر ديال الفيشي كيعطيني لو توتال اور تاكس بار كاتيجوري. اخر بوطون هو باش نكوموندي الكيت ديمو. دونك كنعاود ناكد اخر مره على انه الكيت ديمو يقدروا اللي يقدر يكومونديه غير لي زادمينستراتور اي تي ولا الشركات اللي عندهم ان داتا سنتر. دونك بيان سور كتعمر المعلومات اللي كاينين في الفورمولار. كيوصلنا حنا الفورمولار كنتاكدوا من المعلومات ديال الشركه وكنبعثوا لكم الكيت ديمو في خلال 48 ساعه بار دي اش ال. وشكرا.